السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمعت يا شيخ، بس كان في موقف حصل كنت عايز احكي معاك. كنت في البيت، كنت شايل يعني ابن عمتي الصغير، وكان لابس لون احمر يعني، فبيهزروا، كان اهلي بيهزروا معايا، بيقولوا لي عليه يعني يقول حرام او مش حرام على اللون الاحمر وكده. ففي عمي دخل معايا في نقاش بقى، قعد يكلمني يقول لي احمر ليه ومش احمر ليه. قلت له كنت سمعت نهي، يعني فاكر اني سمعت نهي عن سيدنا محمد عن لبس الاحمر، ويقول لي الرسول نهى ليه وما نهاش ليه، وقعد بس يكلمني. شايف ان انا كلمته غلط يعني، ما اذنبت، كان المفروض اسكت وما سكتش. عموما معذرة، يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن الأحمر، لعلك تفاجأ بمثل هذا الكلام. لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أي حديث في النهي عن اللون الأحمر، كله حديث ضعيف. بل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها قط، لم يرى مثلها قط، واضح الكلام. لكن إذا سلم المنهي عنه المعصفر، يعني تعرف اللون البرتقالي، عارف البرتقالي الفائع ده المنهي عنه المعصفر، لكن الأحمر ما في نهي. وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس الأحمر. متى يقال الأحمر من ماذا؟ مثلا أحمر كلبس النساء، مثلا واحد لابس قميص أحمر مثل قميص نوم النساء الأحمر، إذا كان في فتنة يعني ولا شيء. فكونه يعني جادلك، حب يستفسر، كنت احتويت المسألة ورددت بالحكمة والموعظة الحسنة. شكرا.